يكون ممدوحا. إبراهيم عليه السلام حين كسر الأصنام كان ذلك منتهى الاستفزاز، أقدس مقدسات القوم كسرها ومسها، هذا شيء جدا يعني مستفز هذا. بس إذا كان الاستفزاز محفزا ليقظة الضمائر، لتنبه العقول، لتحرك الوجدان نحو قبول الحق ونبذ الباطل، فأنعم وأكرم به من استفزاز. وهذه منهجيتنا. نحن كما قلنا سابقا لسنا ننكر أنه بعض كلماتنا استفزازية، لكن ذلك استفزاز مطلوب، حرك المشاعر، يستفز في البداية لكنه فيما بعد إذا كان الله عز وجل يعلم منه الخير يتقبل الحق. احتفالاتنا مثلا بمناسبة هلاك عدوة الله المدانة من فوق سبع سماوات عائشة بنت أبي بكر لعنها الله، احتفالات لها جانب استفزازي على الأقل في السنة الأولى أو الثانية. يعني الآن بعد ما حد يستفز لأنه اعتيد على هذه الاحتفالات، هذه السنة الخامسة، والاحتفالات الحمد لله انتشرت في أكثر من مكان إلى أن صارت واقعا في الأمة الإسلامية، احتفالات البراءة هذه، وما عدت تسمع يعني تلك الضجة الآن في أوساط يعني بقية المخدوعين من المسلمين إلى اليوم بعائشة. فنحن لا ننكر أنه خاصة الاحتفال الأول كان ذا أثر استفزازي، لكنه أثر محمود إخواني. كم تشيع من الناس بسبب ما استفزوا في الاحتفال الأول، وجاءوا وأعلنوا تشيعهم عندنا وأعلنوه عن طريق القناة على الهواء مباشرة. هنالك قصة أيضا مذكورة في يعني الخبر وتفصيلة كاملا والرسالة كاملة موجودة على موقع القطرة، بإمكانكم أن تراجعوها، أنه شخص كان أصلا من تنظيم القاعدة استفز كثيرا بسبب الاحتفال الأول، هو من الجزيرة المحمدية ومن بلدة نسيتها الآن، وهذا الشخص استفز كثيرا وكان يخطط لاغتيالي بعد الاحتفال الأول. فلأخذ مزيد من المعلومات عني بدأ يتابع أخباري ويتابع محاضراتي حتى يعني يستجلي الموقف أكثر، وإذا به بدأ يتأثر إلى أن طالت الرحلة سنة ونصف أعلن تشيعه. الاستفزاز مو دائما مذموم، إذا كانت له مخرجات طيبة فهو حسن. هذا التصرف الذي قام به جابر عليه السلام، نستطيع أن نقول هكذا، كان تصرفا استفزازيا صحيح، لكنه تصرف ممدوح. تخيل الموقف في حكم بني أمية لعنهم الله، يعني هذا تقريبا في زمان معاوية، كان بعدما اجتهدت هذه السلطة وسعت للقضاء على كل ذكر لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، هذا الإمام والأمير المظلوم، أميرنا هذا أمير المؤمنين مظلوم، نطق فيه رسول الله هكذا، نطق فيه الله عز وجل هكذا، هذا يغيب تماما، بل يصور بصورة الكافر والعياذ بالله، يصور بصورة المنافق. الآلة الدعائية الأموية كانت هكذا تربي المسلمين على أن عليا كافر لا يصلي، حتى أن المسلمين في الشهم لما بلغهم نبأ مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ابتهجوا وفرحوا ورقصوا، يمكن رقصوا الدبكة ذاك اليوم، ولكن بعدئذ تساءلوا خبرون الخبر بعدما هدأت يعني الاحتفالات قليلا، فبدأ بعضهم يسأل البعض الآخر أنه كيف قتل، ما بلغتونا، هسه الحمد لله قتل وانتهينا منه، أما كيف قتل؟ فوصلهم الخبر أنه قتل وهو يصلي في المحراب في جامع الكوفة المقدس، فاندهشوا
وقالوا هذه الكلمة العجيبة في التاريخ، قالوا عجبا وعجبا أعلي يصلي؟ إيش جاب إلى الصلاة وإلى محراب الصلاة حتى يصلي، حتى يقتل في هذه اللحظة؟ علي وين والصلاة وين؟ إحنا علمونا أن عليا لا يصلي. فشوف المسخ كامل، مسخ غسيل أدمغة كامل. ففي ظل هذه الأجواء كيف لا تريد من شخص كجابر بن عبد الله الأنصاري، هو من القلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يعرفون هذا الحق وبقوا أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته بالبر بأهل بيته واتباعهم صلوات الله عليهم والاقتداء بهم وبإمامتهم، كيف لا تريد منه أن يصيح بمثل هذا الصياح وأن يتخذ مثل هذه الخطوة الاستفزازية في وسط هذا المجتمع المظلم يدور في سكك المدينة متوكئا على عصاه، وهو شيخ محدودب الظهر، محدودب الظهر، وهو يقول هذه الكلمة: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. هذه الكلمة للعلم في عرفهم آنذاك كانت في منتهى الاستفزاز. لماذا؟ لأنه يأتون يقولون إحنا ما نعتقد عليا خير البشر، ليش نتكفرنا؟ أنت تكفيري صرت. إحنا نعتقد خير البشر على الأقل بعد رسول الله أبو بكر مثلا، عمر، عثمان، أصلا علي بن أبي طالب نعتبره منافق والعياذ بالله، على فرض خليفة رابع، خليفة رابع مو خير البشر، هنالك من هو خير منه، ليش تكفرني؟ أنت تكفيري لما تقول علي خير البشر فمن أبى، أنا أبى فقد كفر، أنت هنا تكفرني، صرت تكفيريا مثل ما تسمعون هذا الكلام عني أنا شخصيا. أنا يشار لي بأني تكفيري، ووالله ما أنا بتكفيري، بالمنطق المذموم الذي يروجه خصومي مع الأسف حتى من المعممين. من هو التكفيري الذي يقول الموت لمن يرفض ولاية الفقيه، أم الذي يقول الرافض لولاية آل محمد عليهم السلام كافر في الآخرة لا في الدنيا، في الدنيا مسلم، هذا تكفيري يطلع؟ أيهما أكثر تكفيرية من الآخر؟ أنا أحكم عليكم جميعا بالإسلام، كل من يتشهد الشهادتين وإن لم يكن مسلما حكمك عندي، وإن لم يكن شيعيا حكمك عندي مسلم، نقطة وانتهى السطر. أنت محقون الدم، محقون المال، محقون العرض، مصان العرض في هذه الدنيا، تأتي عندي في مسجدي تصلي على الرحب والسعة. اليوم بالمناسبة الإخوة أبلغوني وراوني أيضا يعني صورة لشخص من الإخوة البكريين، وعادة هذا يصير كثيرا، يعني يصير كثيرا في مسجدنا، سابقا كان في مكتبنا، يجون الإخوة البكريين يجون ويمرون من هذه المنطقة، يدخلون يصلون على بكل يعني احترام، معززين مكرمين، وأحيانا يجون يتفطرون معنا أيضا، وأحيانا يجون يصلون وراءنا أيضا للعلم، وأحيانا أيضا يقرؤون محفل القرآن، يعني القرآن أيضا معنا، حسب ما يتفق، يعني حسب ما يصير، كثيرا ما هذا يصير. بس اللافت في الأمر هذا اليوم، يعني هذا اللي كان شوية عجيب، الإخوة خالين لافتة كبيرة، الله أكبر عائشة في النار، يعني بمناسبة يعني بعد يومين، بعد تدرون الاحتفال يعني يوم مناسبة هلاك عدوة الله عائشة لعنها الله، فاللافتات إلى الآن موجودة بسبب الاحتفال. فالأخ هذا جاي ومصلي ومتكتف هكذا واللافتة موجودة يعني على مقربة منه، فالحمد لله يعني أريحية، جيد، يعني نوع من يعني نقدر نقول مرونة، صار خلص بعد يتقبلون بشكل طبيعي يعني وتلقائي، هذا مكان، هذا مسجد رافضي، هؤلاء ناس عندهم موقف ضد عائشة، وطبيعي أنهم يحتفلون بمناسبة هلاك عائشة، إحنا نروح نصلي الصلاة لله، يعني بالنتيجة نصلي بالمسجد ونسلم عليهم ونتصافح وياهم وكل عام وانتم بخير ونطلع، خلاص انتهينا، يعني ما يحتاج نتقاتل لأنه إحنا نكره عائشة وأنتم تحبون عائشة،
بصراحة أقول خلي نتعلم كيف نستوعب بعضنا بعضا. ترى شوف مثل إذا أنت تقول أنا أتأذى لأنه أنت تكره عائشة، ترى أنا أتأذى أكثر منك لأنك أنت تحب عائشة. يعني أيضا أنت قدر الطرف الآخر. إذا أنت تتأذى لأنه أنا مثلا أقيم احتفالا أو أقيم ندوة أو أقيم أمسية للابتهاج بهلاك عائشة، فأنا أتأذى أكثر منك لما أنت تقيم أمسية أو ندوة أو احتفال أو أيا كان للدفاع عن عائشة وهي التي قتلت نبيه صلى الله عليه وآله. يعني هذا منتهى الاستفزاز بالنسبة إلي. أنت هم قدر مشاعرنا، فلا أنا ألغيك، لا أنا أقول لك تعال أنت ما لك حق تدافع عن عائشة، ولا أنت لك حق أن تأتيني وتقول أنت ليس لك حق أن تنتقد عائشة. لكم دينكم ولي دين، يمكن أن نتناظر، يمكن أن نتناقش، بس خلي نستوعب بعضنا يا أيها المسلمون. خلص هذا معروف، أنتم من حزب الحكومة، إحنا من حزب المعارضة، سمونا هالشكل، إحنا المعارضة، رافضة معارضة من 1400 سنة معارضة، ما تقدر تلغينا. يعني إحنا جزء من المسلمين، إحنا جزء أساسي من المسلمين لا يتجزأ، حتى لا نلغيك، لأنه إذا بدأت الإلغاء للآخر، الآخر